سيغان قادرني وصدن هي البحنية صدن عكت وضع صرف كنتان وانا فيكس برايس يعني برايس عادي هو ينقفور بلغا قادر مقراتي المركب مدينة توقو بضان حوي ماله وكلفك فوقهين اوكي مشكور وشكرا جزيلا بأهل اليمن والمعلومة الكثيرة اللي عطتني اياها شكرا دخل جاد وحان دواني حرم كينا توقو حرم كنو توس كاسو كوب باقيني هاي تقريبا 500 متر الى 700 متر أرجع صار لنا هاي محبين يتون كلية مانتا تجدونا مدينة منورة حاجة ستجدونا سلالية كان والله شعب عادي بيقاضي ما قدرت ليش تاجي تون ريال أنا كده هاي شنبه كده ويجي تون ريال حلي كم بحيه صدق هذه حقام بحيه هسود ويا صدق هذا بحيه هكا ستاربكس كنت جاي كوز واحد كله فرملي معتاد وعد لعدله لكن مستقبلك عفري من بيزي نقلص كم سنة كنت عايز عمر قرص أقارني ما شاء الله قلتوا كنيه شو الله حقنا كنيه صلاة هكا صلاة كنيه مساج كعدمة ماريا الهدر نوفر ماشي ما تقنع ترينكا الله أكبر شوقنا وهاج وعيوننا بالدمع حبا هاج لبيك يا رب الورى لبيك جاءتك من كل الدنا الأفواج يرجون عفوك يا إلهي إنهم عطشا وكفك جوده سجا سيغان قادرني وصدن هي البحنية صدن عكت وضع صرف كنتان وانا فيكس برايس يعني برايس عادي هو ينقفور بلغا قادر مقراتي المركب مدينة توقو بضان حوي ماله وكلفك فوقهين ان شاء الله ولي مقارب دمان قارب لكن بريت ولما كان ماله بضان عتاك دونا نيشو قدونا سو اكرتك سر مالها لانو مقاردا ومقارب وضع هيستري ويانا وحيوا بضان بيانا مقراتي مدينة منورة وغراوانا صدح شات وقتا العفر عشو ميلها كالفوق مسيدة مسجد كوكوه الرئي مدينة كيالة مسجد كالبضة قبل دوت له مدينة كيالة مسجد كالنبوي جنا مدينة كيالة قبر النبي جنا صلى الله عليه وسلم مدينة كيالة ميلة بضنا أصحابها حق المدينة كيالة أنا مقالة مهمة تاريخة نوعة أنا قاعدة هذا سلاب والمسلمين معي شو تشتهر مدينة المدينة هذه؟ المدينة المنورة؟ المنورة يعني مشهورة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهجرته إليها والنبي صلى الله عليه وسلم حرم في المدينة فقال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ثور جبل خلف جبل أحد هذا الذي نراه الآن هناك هذا هو جبل أحد نعم أوكي وجبل عير لا نستطيع أن نراه من البنيان أوكي عشان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدث أوكي. أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من يوم القيامة صرفا ولا لا فرضا ولا نافلة أوكي. المدينة لا يدخلها إلا طيب ولا يخرج منها إلا خبيث النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل ومن توفي ودفن في المدينة حظي بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم واو. والمدينة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها بالبركة فقال اللهم بارك لهم في مدهم وفي صاعهم ومن أتى إلى المدينة أو زار المدينة يجد أن فيها روحانية واطمئنان وفيها سكينة والمدينة أيضا فيها مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم من هجرته وحبست القصواء الذي هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
أن يبنوا في هذا المكان مسجد فبني مسجد قباء وفيها مساجد كثيرة إلى جوار المسجد النبوي الشريف الذي تعدل الصلاة فيه بخمسمائة ألف صلاة. مسجد قباء نقدر ندخله ولا ممنوع الدخول عشان كورونا؟ موجود يعني مفتوح على طول. والصلاة في مسجد قباء كأجر عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى من بيته متطهرا راكبا أو ماشيا فصلى في قباء كانت له كعمرة تامة تامة تامة. أوكي مشكور وشكرا جزيلا بأهل اليمن والمعلومة الكثيرة اللي عطتني إياها. شكرا. قهوة قهوة سوي. أغميكا ميسكا كل أنا دي قول كي ما سودو أنت سودو أنت كل حدا والله وانا كل أنت قهوة فري هكا قول كي سيدو قول يمسي قول حي سوكا سوكا تورا قشنكا لحبو قول يوم سديت هكا هكا لحبو قول يكوي لا لحبو قول يوم لح لح بقولي تضبع إلى لح بقولي أوكى لح بقولي سديت أوكى صلاة الجاري بسم الله الرحمن الرحيم قل كي كار كان كي جت قل كي جو كم هذه ما محمى صلوا الضوء يا خير صلوا الضوء قفل سك أفكاليكو صلاة دوانا كي قارة ما قرب كيو النقاطي بتال كي قواكا قارة كي فندق الجاد واحد دواني حرم كينا تقو حرم كنو توس كاسو كو بيقين لهاي تقريبا شن بقولو متر إلا تدوا بقولو متر ما قارت ساعة درتي ده هوتيل كو الرقيس أفر عيشو وحاكو كرستي قيمه تدكو يابيان واي رقيس وشيكسا ها وايو مدينة ما هسيا مكة مدينة حقا هوتيلة دوكا قالسيه مكة هوتيلة بدن نوحو حرين كورونا درت هيدا ما قراتي سو كوا فرنا حقا قالي ويان هطا حليغان ما قراتي لاو كورونا داك بحنا ودونك عيد لمحي وطاي ساعة المغرب ويان كليقا ورقيا